الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى أقف مع بعض صفات أهل الإيمان التي وصف الله تعالى بها هؤلاء العباد وأثنى بها عليهم وبشرهم بدخول الجنة برحمته سبحانه وتعالى وبسبب هذه الأعمال وهذه الصفات. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ديل ناس الله جل وعلا قال عنهم قد أفلح المؤمنون، وأفلح على وزن أفعل، ودي من صيغ التفضيل. أفلح بلغ منتهى الفلاح. الزول المؤمن اللي بيتصف بالصفات دي وبغيرها من صفات أهل الإيمان ده قال لك من المفلحين، بل قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون. وابن عثيمين رحمه الله قال: الفلاح نيل المرغوب والأمن من المرهوب. انت هسه بترغب، الله يرحمك، بترغب تموت على حسن الخاتمة، بترغب تأمن عذاب القبر، بترغب في حسن الحساب يوم القيامة، بترغب أن يدخلك الله تعالى الجنة، وترهب من سوء الخاتمة، وترهب من عذاب القبر، وترهب من سوء الحساب، وترهب من دخول النار. لما يقول لك فلان أفلح معناه نال المرغوب، فاز، وأمين المرهوب. عشان كده تحرص تتصف بالصفات دي. الصفات دي هنا سبع صفات، سبع صفات، وصفات السبعة دي بدأ بالصلاة وختم بالصلاة، وده بوريك أهمية الصلاة. تحافظ على الصلاة، ما تقول أنا موحد وما بتصلي، ما بتصلي ما عندك شيء في الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. لا حظ يعني لا نصيب، زول ما بصلي ده بخش النار بعدين. قال تعالى: ما سلككم في سقر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول صفة قالوا لم نكن من المصلين. فإنت تصلي وتحاول تخشع في الصلاة تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. الناس زول داخل على شيخه اللابس عمة مرات يقلعها، اللابس نعلات مرات يقلعها، تلقى مركز. الشيخ كان يتكلم معه ومركز في الكلام ويدقق فيه كلمة كلمة، وين الشيخ رغب بترغيب تلقاه فرحان جدا، وين الشيخ خاف خوفه تلقاه يرجف. طيب الله الخلق الشيخ وكلامك ده ما صح، كلام تنكسر لزول مخلوق ما تنكسر لغير الله سبحانه وتعالى. طيب ذول يقف بين يدي الله تعالى ويخاطب ربه سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، وفي القرآن وعد ووعيد وترغيب وترهيب وقصص، فروض تدبر القرآن ومفروض تخشع لله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اثنين: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الكلام ما فيه فائدة، كلام فارغ زي ما تقعد فيه، ولا كلام فيه معصية زي ناس النكات وناس الحفلات والأغاني والقطيعة أو الغيبة والنميمة والبهتان
وغير ذلك من اللغو المعروف. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. انت لقى لك مجلس فيه لغو تقوم طوالي تحافظ على وقتك لأنك انت مسؤول. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال في الصفة الثالثة: والذين هم للزكاة فاعلون. وذي ما دار شرح كثير. الزكاة عندها أربع أصناف، تاني ما في زكاة في غير الأصناف ذي، الذهب والفضة واحد، اثنين عروض التجارة، ثلاثة بهيمة الأنعام، أربعة الزروع. والزروع ذاتها فيها تفصيلات كلام كثير، لكن في النهاية تؤدي الزكاة، كلام مهم وده ما وقت له تفصيله. الصفة الرابعة قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال ابن عثيمين رحمه الله: هذه الآيات فيها دليل على تحريم ما يسمى بالعادة السرية لكثير من الشباب يقع فيها، وهي نكاح اليد. قال: لأن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون، واستثنى أمرين يجوز للمؤمن أن يواقع هذين الأمرين. قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، بل مش بيجوز، تؤجر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملكت الأيمان دي زمان بيشتروها ببيعوها، هسي ما في الواقع، لكن كحكم شرعي إذا المسلمون انتصروا على الكفار وشالوا الغنائم وفيها نساء وسبوا النساء بيجوز لك، دي لك أربعة الزوجات. أما ملكت الأيمان ما عندهن عدد. هذا الضال المضل داعية الشرك والكفر والتصوف والبدعة والانحراف وداعية سوء الأخلاق والتكبر، ومن أسوأ أهل السودان الرجل ده، أسوأ من الفنانين والله الذي رفع السماء، وأسوأ من ناس البنغو. أفتح ست بلاغات، أنا ذات مسخن ودائر أخذ جوا أرتاح شوية، والله الذي لا إله غيره، اسمه محمد المنتصر الإزيرق، في المناظرة قال: الأختين تطلق على بنات الخالات. لما رجعت للكتاب بتاع الطبقات قال: وتزوج أختين وهن بنات بانقع. بانقع ده لأبوه، بنات الخالات ديل ما مش بنات الخالة، ما إلا أخوات، أخوات يعني أبون شنو واحد، إلا يتزوج امرأة فتموت فيتزوج شنو أختها. لكن قال: وجمع بين الأختين. حمل منتصر قال، غمد عينه قليل الأدب، غمد عينه وقال، قال له المذيع، قال له: الأخوات اللغة العربية واسعة، ممكن تطلق على بنات الخالات، أنا أقول ديل أخوات وهين يكون بنات خالات. قال: بنات بانقع. وقال: بنات تاني في اثنين برضو زوجين، ده ذاته ده محمد الهميم ده اللي زوج سبعة ديل، قال اثنين برضو بنات أبو بودة ولا بندة ما بعرف، ده بندة دي وهي بنات أبي، هي مجرورة بالإضافة وعلامة الجر الياء، لكن هو كتبوها مرفوعة بيكتب بالدارج مرات. المهم البنات ديل أخوات عديل أبون واحد، أوعى يغشك محمد المنتصر وغيره. بعدين قال له: خمست وسدست وسبعت، ده قاضي العدالة الذكر محمد والضيف الله. ده قال لمحمد الهميم ده الجمع اللي زوج سبعة وجمع بين الأختين، قال له: خمست وسدست وسبعت، ودي محمد المنتصر ما بيقدر يمرك منها. كان دار يقيس على زواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وده خاص به، كونه يتزوج تسعة خاص به، كان دار يقيس عليها ويستدل به برضه ما حجة، لأن الرسول ما جمع بين شنو؟ بين أختين صلى الله عليه وآله وسلم.
فكلام باطل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي صحيح البخاري عن سمر بن جندب رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام من ضمن الرؤيا رأى أقواما رجالا ونساء وأشياخا يعني ناس كبار في السن، رآهم على مثل التنور. التنور قال النووي رحمه الله فرن، فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع زي الجدرة، يعني جدرة مش فوق ضيقة وتحت واسعة. ديل قال لك رجال ونسوان جوا في الفرن ده، والنار تحت بتلتهب حتى إذا التهبت وأشعلت بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ضوضوا يعني صاحوا صاحوا، دي الناس يعذبون في قبور يوم القيامة. فلما سأل الملكين وأجابه الملكان في نهاية الحديث قالا له هؤلاء هم الزناة والزواني، دي اللي يعذبون في القبر، تمشي في الجامعة تغش في البيت وأنا دار أتزوجك، أنت بتقرأ في سنة كم؟ أولى، أنت برلوم زايد تغش فيها في سنة أولى تغشها وليتانية تكون بعدين ما تزوجتها، ثالثة تزور المايقومة، رابعة برضو المايقومة، تتخرج هي بتتخارج بيجاي وانت بيغادي، والله بلمكن يوم القيامة. والموضوع ده قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء شنو سبيلا، الزنا ده بورديك عذاب جهنم. الصفة البعادة قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأعظم أمانة غير أمانات الأموال وأمانات الأواني وأمانات البيوت وكل أنواع الأمانات، أعظم أمانة أمانة الدين، والصوفية ضيعوها عشان كده أي موضوع بندخلهم فيه والله الذي لا إله غيره، أي موضوع نتكلم فيه بندخل الصوفية. أنت عارف ليه؟ لأنهم ضيعوا الدين. والنازل الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع الأذى عن الطريق صدقة، وديل واقفين أذى في الطريق الله والله الذي لا إله غيره. يا أخي أي شيء في الدين لخبطه، لا خلوا ملائكة في ترجمة عبد الرحيم ابن علي المغربي في طبقات الشعراني، وأورد عبد المحمود نور الدايم في كتاب النصرة العلمية قال عبد الرحيم قاعد المغربي، عبد الرحيم ابن علي المغربي قاعد والجماعة قاعدين حلقة، قال فسقط شبح من السماء، شبح من السماء، في رواية داك شيخ من السماء، زادوها نقطة ونقطتين، نقطة بيتحت ونقطة بيفوق. بعدين الشبح أو الشيخ نزل في الحلقة من فوق، تاني بعد شوية طلع، الجماعة استغربوا، فقال لهم الشيخ عبد الرحيم المغربي هذا ملك من ملائكة الله تعالى، هذا ملك من ملائكة الله تعالى وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه. الملك جاه استشفع بالشيخ لي الله، فشفعنا له عند الله لي الله، الملك ده عشان أنا خليه، قال عفى عنه طوالي شنو طلعوه، هسي ده ما بيلعبوا الدين. الطيور أنا جبت لك قصة موسى بن يعقوب، داك بيتكلم مع الطير فسكسكت له فسكسك لها، هوك موضوع طويل صفحة 197 198 من كتاب طبقات والضيف الله. التمساح في كتاب الطبقات الكبرى بكو عديل، رجع التمساح إلى البحر ودموعه تسيل، ده بكاو واحد اسمه الفرغلي محمد الفرغلي في الطبقات، قال لي لا تعود تخطف إنسانا أو أحدا وأنا حي، أوعك قال لي تاني تأكل لك زول لأنه أكل لبت اسمه بيت مخيمر النقيب ونادو، وفي النهاية ده قال له أطرشها، قال له أخرجها فأخرجها، قال له أنا البت أمرق يا زول للتمساح، والتمساح بيجي جنبك كذا يخش التمساح بتاع الدلالة زايك أما طقاك خلاك لافي، خلي تمساح الحقيقي. انت بتلقى لك تمساح دي بتلقى لك بسكويت مكتوب فيه تمساح، تمساح دي يا موس التمساح، في
فيها امواس بتاعت التمساح. يا كبريت التمساح اي شيء مسخن، يا تمساح تلقى جم العربات قاعد، يا تمساح في جامعة من الجامعات تمساح ده، ولا في البحر تقيف للتمساح ده. قال للحداد قال له اسنانه، لما في الاسنان تر 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 كسر عليه، والتمساح واقف زي كسر له اسنانه شت. شوف الصوفي ده حقار كيف، تمساح لا بتساعد تقول غرقان. بعد شويه قال له الفظها اخرجها، فلفظها حيه مدهوشه. البت مرقت حيه قالت انا كنت وين؟ انت كنت في بطن التمساح. قال بعد شويه واخذ عليه العهد ألا يعود يخطف إنسانا، قال لا تعود تخطف إنسانا وأنا حي أو أحدا. فرجع التمساح إلى البحر ودموعه تسيل كرر، والله يستر دي ما تقع. قال التمساح قاعد يبكي، بكى التمساح شيلوا جراح وإلى الله المشتكى. فمواضيع طويلة، ديل ضيعوا دين الله، العبادة الذكر لخبطوه، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ما بتنفع معاهم، إلا يجيبوا الطريقة الأنفاسية في الذكر، تجر نفس تقول ها، ترجع نفس تقول الله. بلاوي كثيرة. شكي قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي وضيعوا عهد الله وهو التوحيد وغير ذلك من العهود. ثم ختم الآيات فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تاني إن شاء الله بنجي نذكر بعض الصفات الأخرى إذا مد الله في الآجال ووفق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا.